بالنسبة للحزب الشيوعي طبعا هو حزب تأسس منذ عام 1934، لذلك هو يعتبر عميد الأحزاب العراقية من حيث القدم. حزب الشيوعي ينطلق أساسا وجهته هو وفكرا هو يعبر عن مصالح الكادحين أو يهدف إلى يعبر عنهم ويمثلهم أيضا يمثلهم، وكل برنامجه وخطط عمله تنطلق أساسا من هذه المصالح. وهو أيضا عنده قناعة ويعني راسخة ونظرية من خلال مصالح الكادحين، أيضا مصالح الناس عموما، عموم الناس الشغيلة بالتعريف الواسع الكلمة، والقضايا الوطنية بشكل عام أيضا هتكون في صلب اهتماماته. لذلك الحزب الشيوعي منذ تأسيسه كان هذا الشقين، خلينا نسميه الشق الطبقي بعمله بمعنى في طريعة مصالح الطبقة العاملة، والشق الوطني البعد الوطني اللي هو الدفاع عن العراق، عن استقلال العراق، عن حرية العراق، عن حقه في استثمار أمواله وموارده الطبيعية، عن قضية الديمقراطية بالعراق. ولذلك اعتبر على فترات طويلة أن الشيوعيين هم في طليعة من ناضلوا من أجل الأهداف الوطنية ومن أجل الأهداف الديمقراطية، فجمعوا إذن بين الهدف الوطني والهدف الديمقراطي والبعد الطبقي، هذا التوليفة. وأعتقد التاريخ يعرف أن تاريخ الدولة العراقية الحديثة إذا اعتبرناها هي من 1921 انطلقت حزب الشيوعي والخلايا اللي شكلت قبل 34، فعمليا تاريخ الحزب الشيوعي كلش وثيق الصلة بتاريخ الدولة العراقية الحديثة. فهو أيضا كان إضافة إلى هاي الجوانب ذكرتها، هو كان حامل لقيم الحداثة ولممارسات الحداثة، هو بالتالي كان الشيوعيين استقطبوا أيضا الكثير من المثقفين الواعيين من كل عناصر الحداثة بالمجتمع. هذا جل في موقفهم من المرأة، موقفهم من الدولة وبنائها بشكل سليم، من المؤسسات بعض المؤسسين فضلا عن طبعا الاستقلال السياسي ولاحق الاقتصادي بمعنى البلد يمتلك مقومات التنمية. فإذا هذا هو الطيف. وتاريخيا الآن أتلاحظ حتى أعداء إذا ما أقول أصدقاء أن يكون لا دورة بالحركة الوطنية ولا يكون دورة أيضا بالحياة الثقافية للبلد مباشرة، غير مباشرة كانوا سباقين في دعم المثقفين وفي إقامة الصلة مع المثقفين، وكانوا حتى هذا اليوم يعتبرون راعين للمثقفين. وطبعا مع هذا التطور فكريا هو يستند إلى فكر الماركسي، ويعتبر بنظام الداخلي والماركسية بكل ممثليها وبكل حملة فكرة وصانع فكرة من ماركس أنجل لينين إلى آخره، كلهم يشكلون جزء من التراث الذي يستند إليه. ولكن أيضا في بعدين خلال التسعينات أيضا أكد أنه وسع دائرة المرجعيات الفكرية، أيضا إلى جانب فكر الماركس أيضا هو يرجع إلى كل ما يتعلق بحضارة وهدر غنين، بكل ما اتجه هذه الفكر والمنطقة والفكر آخر اللي كل ما هو تقدمي كل ما هو متنور في هذا الفكر بناء يعني ما يختلف على الأحزاب الشيوعية. ولكن أيضا إذا صار مجال واحد يحكي إنه منذ التسعينات أيضا حزب تبنى شعار الديمقراطية والتجديد، والديمقراطية معاد الديمقراطية العامة، وكان دائما حاضرة في سياساته وفي برامجه. شوف العراق تاريخيا لأنه يمتلك ثروات طبيعية في مقدمتها النفط وبعدين ثروات الغاز إذا ثروات أخرى، هو كان محطة طماع، يعني كان حاصل محطة طماع حتى يعني بداية تأسيس الدولة العراقية والاحتلال البريطاني والاقتسام اللي تم وتقوة خطط ساكس بيكو وإلى آخره. يعني الوجود الدولة العراقية الحديثة إذا سميناها أيضا هي جت بفعل خارجي بالبداية، تتنفع خارجي، وكثير مؤسسات الدولة بدأت من فوق. يعني احنا ما بدينا مثل البلدان الأخرى أن التطور الداخلي فرز تطورات وفرز شبعي حاملة للمشروع، وإنما جدنا كلها بصدمات من الخارج، الاحتلال البريطاني وبعدين سوى دستور وجاب عناصر حديثة. وبالتالي خلينا نقول إذا البصمة مال الخارج وبعدين الداخل موجودة من الأول. والشعب العراقي عموما وهذه اللي قاله مثل فيصل الاول ايضا بنيته كانت يعني وكان خاضع دائما لتاثير الامبراطوريه الفارسيه والامبراطوريه العثمانيه، وكان هو ساحل الصراحات، وبالتالي هذا كان ياثر حتى على بنيه المجتمع العراقي، فدائما اكو المؤثرات الخارجيه.
ولذلك وراء قيام الدولة العراقية بشكل خاص بالشكل التاريخ الحديث طرحت قضية الهوية الوطنية العراقية وبناء الشعب العراقي، لأن فالفيصل أول يقول ماكو شعب عراقي، أكو عشائر وكذا، والعشائر عندهم سلاح أكثر من الدولة. ولكن على مدى هذه السنوات يعني منذ العشرينات وبشكل خاص الثلاثينات وانت جاي، وبفعل الحركة الوطنية وبفعل نضالاتها وتضحياتها بلورت الهوية الوطنية، بلورت وتعززت الهوية الوطنية وانعكست في التطورات السياسية زمن الملكية وعقد زمن الكريم القاسم وإلى آخره. فإذا بناء دولة ديت كامل ودولة في ظل مجتمع متعدد القوميات متعدد الأديان، وبالتالي كانت المشكلة القائمة أنه كيف هذه الدولة تكون جامعة inclusive، يعني شو تكون شاملة، وهي ما تجي بالرغبات وبالبعضها. بواقع الأمر كان هناك ميل في داخل الدولة ضد هذا الطيب وذاك، يعني إذا مو ضده على الأقل عدم تأمين مشاركته، فدائما خوض صراعات، وقسم منها إذا امتداد الخارجية، وقسم منها تفتح ثغرات داخلات خارجية للبعض يصعيب الخارج. إذا الدولة المركزية اللي كان دائما في غالب الأحيان كان ذا طابع تسلطي ذا طابع حقيقة استبدادي، وهذه الأمور طبعا زادت في زمن ديكتاتورية صدام حسين يعني. والديكتاتورية ونعرف الآن خضع حروب خارجية وحروب داخلية واستبداد ما إلى مثيل، ونشأت حركات معارضة، وهذه حركات معارضة أيضا نشأت إذا كانت فعل إلى جانب البعد السياسي البرنامجي سواء ضد الشيوعيين والأحزاب اللي تملك فكر آخر ربما غير فكر البعض، وإذا كان صار بعد طائفي مثلا استهدفوا الشيعة مناطق الشيعة مثلا إضافة للبعد القومي الكردي. وعندما الأمور استفحلت خاصة وراء حرب الكويت والتدخلات وصارت هذه الاستفافات، عندئذ بدت الملامع مع التدخل الخارجي بصورة أكثر وضوحا، يعني أن القوى الخارجية الآن بفعل صدام حسين والحروب بها دخلت ونشأت علاقات مع قوى محلية مع قوى عراقية وطنية، منها قسم منها كان يعتبر الإسقاط النظام لا يمكن أن يتم إلا بالاستناد إلى قوى خارجية، وصار التغيير في التاريخ الكافي، ووراها بدأت عملية انهارت الدولة إلى حد كبير، وصار حديث عن إعادة بنائها. نانا صار العقدة والفيروس اللي دخل في بناء الدولة العراقية، بمعنى دخل عنصر الطائفية السياسية وعنصر صار أسلوب تقاسم السلطة عبر المحاصصة، وهذا أدى إلى أن يشوف دولة مشوهة، دولة متشظية، دولة متقاسمة، دولة بكل مؤسساتها. وبما أنه الصراع غير محسوم ما بين القوى، العامل الخارجي صار عنده مجال كبير أن يدخلها دولي وإقليمي وغيره، وكل واحد يشعر على بيها. فلذلك نقدر نقول أنه تدخلات قائمة نعم كلها سواء أمريكياً إقليمياً بها، وأنا بتقديري أنه هذه على مود توضع حد لها، ليس فقط يعني بالعلاقات ويعني بتثبيت الاهتمام الدولي واحترام حق السيادة وغيره من الحقوق، لكن لازم نوفر له أساس مادي. الأساس المادي هو أن تبني الهوية الوطنية العراقية، مش الشعب الوطني العراقي، أن تبني الدولة العراقية التي الآن متشظية وتكون دولة هم مفتحة لجميع أطيافها وعندها مشروع مشترك. هذا حيسد الباب أمام التدخلات المعادية واللي لا تشبه بها مصلحتها، ويبني ويوفر أرضية لتبني رؤية مشتركة وطنية. احنا لحد هذه اللحظة لا نزال في هذا المخاض في كيفية بناء الدولة ومعالج بناء، وإلى أن هذه نقدر نعززها ونعالج هذه النواقص الجدية اللي صارت ومخلفات نظام المحاصصة، ولا أقول مخلفات ولا زاد للعيشة، فالتدخلات الخارجية حتبقى موجودة. نعم احنا نحاول بالتقليمنا، مرات الأمور تتخلص لعوامل مو عندنا عوامل خارجية، بس البصمة موجودة وربما حتبقى موجودة ما لم ينمو ويتطور البعد الوطني العراقي بمعنى المشروع الوطني العراقي الرؤية العراقية. وإذا نخرج من منطق الطائفية السياسية إلى نقترب من منطق المواطنة، هاي العملية البعض يقول مستحيلة، أنا أعتقد هاي عملية ضرورية، وهي لا تتقاطع مع الاعتراف بالتنوع المجتمعي اللي عندنا، بمعنى نقدر إحنا نأمن تمثيل كل أطياف شعبنا
مع مواطنه. هذه هاي المعادله ليست وسهله. اللي صار وراء 2003 هو تكريس الاعتماد على النفط، عملية تكريسها، وصار تحويل العراق عملية إلى سوق، عملية إلى سوق سواء لدول الجوار أو الخارج، وأدى السياسات الاقتصادية اللي اعتمدت سواء عن طريق قناعات أو عن طريق عدم القيام بفعل أو غياب الرؤية، كلها مجتمعة أدت عمليا إلى قتل صناعات الوطني، أو أنا أقول مو صناعة، يعني الإنتاج الوطني سواء صار صناعي أم زراعي. أكيد فتح الحدود أمام بشكل منفلت، ما تقدر عندك صناعة ناشئة تقدر تدخل بالمنافسة. وبعدين من دخلت وياها غياب البنى التحتية، غياب الكهرباء، غياب طرق المواصلات إلى آخره، فأصبحت تكلفة الإنتاج سواء صناعي أم زراعي مرتفعة، ولذلك المنتج الوطني غير قادر على منافسة المنتج الخارجي، ولاحظنا بالتدريج انحسرت حتى الزراعة انحسرت، وفكرة الحماية غابت بها، ونشأت عن هذا الوضع الجديد اللي هو بالأساس عندما تغيب الأنشطة الإنتاجية شبه أنشطة التداول، يعني أنشطة التجارة، كل ما يتعلق بالتجارة، وكذلك كل ما يتعلق بما أنه إحنا عندنا الآن دولة إلى حد كبير غابت، كل الأطر التنظيمية الحياة الاقتصادية عمليا أيضا صدعت، وسلطة الدولة ضعفت، ففتح المجال كبير لشتى أنواع الممارسات مشروعة وغير المشروعة إضافة نحن نتحدث عن القوى المسلحة اللي دخلت وغيرها من العوامل والظروف الحرب الطائفية. فخلنا نقول ليش هاي الحالة المشوهة هاي المفلتة، اعتماد على الريع النفطي، يعني على القطاع النفطي، معروف هاي مو اليوم والبارحة، يعني القطاع النفطي قطاع تتحدد أسعاره بالخارج، تتحدد أسعاره بالسوق العالمية، وهي ومؤثراتها ليست داخلية، خارجية، وبالتالي تجي ظروف صعد الأسعار وبالتالي يرتفع الريع، وتجي ظروف ينحدر، والعراق يبقى في يعني في مهب الريح أمام هذه التقلبات. في البلدان اللي تعيش أوضاع مشابهة كانت تتحوط إلى هذا الموضوع، تتحول أو أما تسوي صناديق سيادية أو صناديق لأجل معالجة هذه التذبذبات، إضافة إلى سياسات مالية وإنفاقية متهورة لحد كبير، بمعنى شو متهور؟ بمعنى دائما تلاحظ كل السنوات الماضية عندك عجز، وتصمم الموازنة على عجز، يعني مو يصير تصمم على عجز رغم الإنفاق ما يصير، فبمعنى وهذا التصميم العجز شنو معناته؟ مالت التقديرات والتخمينات دائما عالية، يعني عالية، وبالتالي تشجع الاستهلاك، فإذا البلد اقتصاده صار استهلاكي، وهذا طبعا أدى إلى أنه الاستيرادات تزيد، بحيث الآن بلغت الاستيرادات تقديرا ما لا يقل عن 50 مليار دولار. إذا كيف وين تنولد فرص عمل؟ هذا الاقتصاد وين؟ الاقتصاد النفطي والقطاع النفطي هو قطاع كثيف الأعمال، كثيف الرأسمال، بمعنى كثير بي أكثر مكاين وأجهزة معدات، فما يشكلون يمكن 1-2% من يد العامل القطاع النفطي، ما كل تكنولوجيا متقدمة بها. إذا وين القطاعات التي ممكن أن تستقطب هذه العاملة؟ هي في الغالب الخدمية. الآن يعني الزراعة ما صار اهتمام بها كما ينبغي إلا مؤخرا، والصناعة ماتت عملية، هي صارت الآن هي عنصر خلق بطالة. إذا وين تنتج فرص عمل؟ اعتمد إلى فترة سنوات قطاع الدولة، وبالتالي ارتفعت العمالة بالدولة من حوالي أقل من 1,000,003 إلى هسه الآن العاملين بالدولة 3.5 مليون، وإذا نضيف لهم العقود ونضيف لهم المتقاعدين توصل 6-7 مليون يعني ها، وبالتالي صار تقدم كبير في جهاز الدولة في الغالب هو متراهل، يعني بدون ظهور حاجات حقيقية إلى هذه العمالة ها، وهي دائما هذا التوسع كان ايضا يعكس نهج المحاصصه، كل قوه اللي كانت تجي بالدوله تحاول تاتي بمريديها وانصارها ويشجعهم، فتستخدم اولا لارضاعهم واثنين لتنميه قاعدتها السياسيه، وبالتالي وصلت صار بالاخير صار ان الدوله اليوم تستهلك جزء كبير من الايرادات النفطيه، والثروه تراكمت بوتائر سريعه جدا عناصر جديده يعني وراء 2003، لانه الناس اللي كانوا قبل 2003 واللي كانوا مسيطرين على الدولة
وعلى كثير من المفاصل الاقتصادية ولا 2003 راحوا طلعوا يعني ويحسوا على النظام السابق ها وبالتالي نشأت سبيل معالم فئات اجتماعية بدأت تتبلور كطبقات تتبلور كطبقات لم تكن هذا وطبق عليه جت من ملاش أخرى عناصر صار عندهم مليارديرية مو مليونير مليارديرية بالدولار مو بالدينار قسم منها نشأت بأصول غير شرعية غير مشروعة ها يعني النتيجة لأن سحبت مواطن فطلعت خارج العراق ورجعت في دورة معينة رجعت بشكل آخر وهذا يسموه غسيل أموال وغيرها ورجعت وين رجعت؟ وظفت نفسها في كثير من القطاعات في الغالب القطاعات التجارية لذلك شوف كثير من القطاعات التجارية شركات مختلفة ولاحظوا أن تبيع مرات بخسارة ليش عم تسوي شرع أموالها لأن أموالها أبوها فلذلك هاي كلها أدت إلى توليد بطالة إلى سد المنافذ أمام أجيال جديدة أمام شباب جديد لا بل حتى أمام الخبرات الحقيقية أيضا قسم من التضاء اللي ماكو إغناء إلى ماكو تفعيل إلى وأيضا ترافق بتدهور الخدمات العامة خاصة الصحة والتعليم ونشأت بموازاتها القطاع الخدمي الخاص اليوم تتعالج طبيا بشكل جيد من القطاع الدولي ما يوفر كيات لازم تروح مستشفى خاص ابنك تريد تدرسه حتى لو تقتر على نفسك تروح توديه مدرسة خاصة للصف ب 60 واحد شو تعلم أو 50 واحد فإذا أنت اليوم تصادر المستقبل وتتحول إلى حقيقة أن المستقبل يصبح أكثر فأكثر هو ملك لشريحة لدائرة ضيقة مجتمعية وهذا يأثر أنه عندك المجتمع العراقي يصير مثل هرم على راسك قاعد لأن القاعدة الاجتماعية كلها الآن هي مهمشة بفعل هذه الآليات ناهي عن الفعل المباشر ولذلك تقول لي اليوم من المتضرر هذا التضرر الآن بدأ ينسحب على وسائل عناصر شرائح اجتماعية جديدة فإذا شلون نتعالج هذا الوضع اليوم يعني ما يتعالج بمعالجات شكلية أو تبسيطية أو غيرها فإرادتك إذن معالجة بنيوية هسه نجي يقول لك شنو البديل هسه أنا ما أريد أوصف توصيفي احنا لازم نريد اقتصاد الآن من الواضح لازم نخرج من الاقتصاد الريعي وأيضا بتفعيل الأنشطة الإنتاجية سواء زراعية صناعية خدمية وهذا طبعا وراها لازم الإدارة تتحسن كنمط إدارة الفساد لازم يتحارب هي كلها حلقات مترابطة ولازم عندك أيضا استقلالية قرارك الوطني خمود تتروح أكو قوى أخرى ما تريدك تقوى يعني احنا لاحظنا انه منذ 2003 اكيد واجهنا صعوبات على اتهامات بحجة الالحاد وحجة كذا يعني اعداء بالشيوعية يعبر عن نفسه باشكال مختلفة طبعا احنا راعينا هالحقائق راعينا اي معنى احنا عندنا نركز على ما هو اساسي مصلحة الناس فمصلحة الناس اولا مصلحة البلد مصلحة الوطن فمشروعنا هو ببعد وطني ببعد ديمقراطي ولذلك سمي مشروع وطني ديمقراطي فاذا كان عندنا صراع قوي أيضا فكري سياسي تنظيمي عملي أيضا مع هذا نهج الطائفية السياسية ونهج تصعيد الاحترام الطائفي وما إلى ذلك ومع احنا طبعا إقرار الحقوق مال أطياف شعبنا حقوق قومية حقوق إدارية إلى آخره هذا أيضا جزء من هذه المعادلة وبالتالي طبعا أمام هذا الموروث من العدالة الشيوعية اللي من زمن النظام السابق والموروث الفكري احنا وجدنا صعوبات ولكن بفضل مثابرة الشيوعيين يعني وجرأتهم وأسرارهم من ناحية وإذا بفضل سياسات واضحة وصريحة تمسك بشكل جيد أولويات اللي تمس مصالح الناس يعني ما رايحين على مود ندخل بصراعات ثانوية احنا مصالح وطنية وبالتالي حتى هذا اللي عادينا جمهورا ربما يجد مصلحة فيما احنا نريده وخطابنا يعني يبتعد عن استفزاز المشاعر او صرف الانظار عن ما هو جوهري يركز على المشتركات الوطنيه وما ننجر الى اللي يسميها الصراعات الثانويه والافكار المختلفه اللي تحاول البعض اللي يجرنا عندنا رصيد تاريخي طبعا رصيد فكري ونضالي ومن الحب والتقدير للشيوعيين هذا الرصيد ايضا استعاني به وعاولنا ان نراكبه ونعززه فرغم كل هذه الامور الشيوعي استمر بيعمل يعني خلال كل فتره لم يتاثر يعني لم يجد مرحله انه
توقف او اضطروا ان يتوقفوا العمل. من الوقت نفسه احنا عندنا رؤيه كامله، احنا مبكرا جدا توصلنا الى خطوره نهج المخصصه، وان هذا النهج هو المسؤول عن الازمات التي تواجه البلاد، وان هو منتج للازمات، هو مو فقط هو منتج للازمات. وبالتالي العملية السياسية اللي مبنية على نهج المخصصة لابد أن تقوم وتصلع، وإلا تسير مثل ما يقول لك على الطريق الغلط أبيض. لكن أيضا احنا ندرك أنه هذا مو بالتبشير وبالقناعة حتقدر تغير هذا النهج، لأن ذول اللي يسيروا على النهج صاعد المصالح، ومصالح مرتبطة بهذا النهج. فإذا القضية ترتبط بموازيع قوى، فلازم الناس اللي ما إلى مصلحة بالمخصصة واللي متضررة من نهج المعاصر وهم الكثرة الكاثرة بالمجتمع ينبغي أن هي تستطيع أن تعبر عن نفسها وأن تمارس الضغط بهذا الشيء. زي منين تمارس هذا الضغط؟ فإذاك كنا نعمل على مستويين. المستوى الأول اللي هو حيثما توفرت فرصة لوجود من خلال الدولة ومؤسساتها نعمل بهذا المنطق، لكن هذا ما يحل محل العمل على المستوى الجماهيري، أنه تبقى تستمر في مشاركة ودعم المطالب المشروعة للمواطنين، وعندما تعبر عن نفسها بأشكال احتجاجية مشروعة دستورية. يعني هذا الحق نعتبره حق مطلق، يعني ولا نقبل كل شيء مهما ظل، لا يجوز المساس بأي حق ديمقراطي، حق التنظيم، ونعتبره إذا أكو شيء تحقق وراء 2003 وهذا ربما أهم شيء تحقق، أنه الناس إلى حقها تنظم نفسها بحرية وتعبر عن نفسها، وهذا الضمان الحقيقي، ما بغير ضمانه، وهذا الضمان. ولذلك احنا كلش قاطعين اي مس بالحقوق الديمقراطيه، بحقوق بالحريات اللي منصوص على الدستور وغير مقبول، احنا نحاربه بشكل مطلق. ولذلك احنا عملنا الجماهيري، هذا موجود في احنا بالحركات الاحتجاجيه المطلوبه باشكال مختلفه، احنا حاضرين مظاهرات 2011 وما بعد، احنا حاضرين 2015 16 14، احنا حاضرين، واليوم وراها ايضا حاضرين، وحنبقى حاضرين. احنا دائما منحازين الى هذا الموضوع، يعني ما ونقوله وما ياثر من شيء وجودنا بالدوله وغيره، لكن هذا هو المطلق. وعندما يصير تعارض الاولويه تروح الى عملنا ويا الناس، لذلك استقالينا من مجلس النواب، ما شكل لنا فد عائق امام انه عندما نشعر ان هناك ثمه عدم توافق الاولويه للعمل مع الناس. والوجود خلينا نقول احنا عانينا شويه من الوجودات المسلحه بها، عانينا في كثير بها، ولكن احنا نعتقد ان هذا الوجود يعني اكو جانبين، اكو جانب مسلح يخوض المعركه سواء ضد داعش ضد الارهاب، مقبول هذا، واحنا ايضا نقول لكن هذا النشاط المسلح ايضا لازم يكون منظم بشكل جيد، يعني ولا يتقاطع مع بناء الدوله، يعني مو تقول لك عندنا سلطات موجوده بداخل البلد، هذا ما يصير. واكو طبعا عندما يخرج عن اطاره، واكو خطوره دائما في اي عمل مسلح، ها أن جماعتي يستخدمون لأغراض غير الأغراض الرئيسية المصمم عليها، يعني يدخلوا بالاقتصاد، يستخدم للتجاوزات إلى آخره. وبالتالي نحن من دعاة حصة سلاح عمل الدولة وتنظيم هذا العمل بشكل جيد، نعتقد أن القوات المسلحة هي اللي لازم تكون الركيزة الأساسية، وهي الحامل تحتكر السلطة، والقوات والأخرى تنظم وجودها في إطار في إطار في إطار الدولة. وخلاف ذلك صعب تبني دولة منسجمة ودولة قادرة على أن تفرض إرادتها وتطبيق القانون. ولذلك اليوم احنا نعتقد انه ما صار بالانتفاضة خلق واقع جديد بالبلد، لأنه الناس دخلت، يعني الرأي العام الشعبي، الشعب دخل قوة مؤثرة في صياغة الموقع، في صياغة القرار السياسي، في التأثير على القرار السياسي إذا ما قلت صياغته. وبالتالي المعادلة اللي دائما نقولها بدأت تتبلور، يعني المعادلة وهناك موازيع قوى، والانتفاضة أكدت، وهي الانتفاضة ما جتي بين يوم وليلة من العدم، الانتفاضة مهدت لك، ولهذه الاحتجاجات صار سنوات، هذا فعل تراكمي، شباب جدا وعى فتح عينه وشاف الناس تتظاهر وشاف الناس تحتج وتطالب بالحقوق، هذا شيء جيد، صار وعي. فإذا اليوم الآن يعني هاي الوجهة أنه ضرورة استمرار الضغط الشعبي بأشكال مختلفة، ولا مثلا بس انتفاضه، يعني الحراك الشعبي اشكال مختلفه، لكن لا مناصه من الحراك الشعبي ومن الاحتجاج الشعبي لتامين عمليه الاصلاح والتغيير. ولاحظنا انه الاصلاح ضمن هاي المنظومه مو وارد على جدول اعمالهم رغم الحديث عنه،
ولاحظنا أن أي محاولة جدية لإصلاح سريعا ما تجهض عندما يشعرون أن الضغط الشعبي خف. العمالة الجبية بقطاع النفط مثلا. سأل القطاع النفطي من يأتي بالعمالة الجبية؟ مو الحكومة، الشركات في الغالب. مو الشركات المتعاقدة مع الحكومة. وهي العمالة همين أنواع. إذا كانت عمالة فنية عالية موجودة بالعراق بمبررة. أما تجيب لك عمالة وكون موجود من الإضاءة بالعراق هذه قضية أخرى. قابلة للنقاش. وكو عمالة خدمية بالبلد. قطاعات قدمية بالمطاعم بالبيوت وغيرها وهي بين من جنوب شرق من آسيا يعني باكستان الهند بنغلاديش الآخرين هذه العلاقة بالأفراد بالناس بالعوائل بالأسر ويبدو إنه هذا القطاع مو سهل استبداله يعني هذول إذا وقفتهم ما يحلوا محل العراقي في جزء منه ليش ما بعدين أما العراقي نفسه ما يحب مثلا يخدم البيوت مثلا لاعتبارات ثقافيه الى اخره او ربما يعني هو ما مؤهل ان يخدم مخدم ما يوفر نفس الخدمه في الاخرين فهنا عندك لازم نميز ما بين انت مو بارقام والله عندنا ما ادري قالوا ذاك 300 الف عماله اجنبيه اذا طلعتهم حتجيب 300 الف عراقي مو بالضروره مو هيك مو بالضروره جزء منهم يجوز الجزء الاخر مو بالضروره فاذا احنا نميز اذا العمالة الفنية اللي بيها مكافئ عراقي ليش يجيبون هذه تبقى بالتفاوض مع شركات وشو مطلوب بها هسه ليش الشركات تجيبهم الشركات أيضا تجيبهم هي تخشى من المشاكل تجي من المرات العشائرية ومدري إيش لأن تبغى يجيبون واحد أجنبي ما عندهم منه نعرفه فأنت لازم من تضمن العمالة العراقية أيضا لازم توفر ضمانات للشركات إنه هذه مو يومية مقطوع العمل لكذا وكذا لأسباب أخرى مو هذه أيضا هي علاقة بالدولة أيضا يعني ما يجي إجراء بمعزل عن حلقات أخرى الدولة أيضا قادرة أن تفي بتعهداتها والضمانات اللي تقدمها وإذا بالمقابل هي تطلب أن العراقيين النسب اللي مخصوصة بالتعهدات اللي في غالب الأيام غالب العقود 80% وأكثر لازم عمالة عراقية بس كثير منها مثل ما تدرج أما العمالة البيوت بين نوعين هاي العمالة قسم منها تجارة ناس يجيبون يعني خطي حتى يستغلون العمالة الجبية هو مستغل الأجنبي خطي هو مستغل اللي يجيبه ويشتغل من جهتين يشتغل هناك في بلده أكو هناك وسطاء مقابل أشهر عديدة يأخذ منه مبالغ كبيرة جدا خطي يجي هنا يشتغل يمكن نص شغلة ثلاثة أربع شغلة يسدد التزاماته بس إحنا مشكلتنا وين كل ما تجد تسوي ضوابط ولأنه الفساد مستشري تتحول الضوابط إلى وسيلة للابتزاز. شوف التناقض. يعني هسه أكل ذول اللي موجودين بالدولة كل ما يشوفون قواعد جديدة ها موانع مثلا لازم نسوي كذا عملين يرتفع سعر التجاوز عليها. يعني سعر الرشوة المطلوب بها. يعني أنت إذا الضوابط مالتك وتنفيذها تفترض ناس نزيهين وكفؤين ينفذوها. أما تسوي ضوابط وجهازك به كثير منظومات فساد هتحولها ايضا كوسائل مختلفة للابتزاز المواطن اليوم اي مواطن يشعر بها يطلعون يفرضون غرامات على السير بهدف مشروع واذا بها يصير عنصر ابتزاز للمواطن فلازم الدولة تعالج المسألة بحلقتين يعني الضوابط وكيفية تطبيق هذه الضوابط بحيث ما تكون عبء على المواطن عبء غير مشروع بها فاذا العمالة الاجنبية تتحدث عن لازم التطوير يعني احلال محل العمالة الأجنبية ايضا يفترض وجود عندك عمالة متخصصة ونتحدث عن عمالة متخصصة يفترض انه انت عندك ايضا جهاز الدولتي يعني وتعليمي ايضا قادر وعن عندنا الى حد كبير وبمعنى الاتفاقات اللي يتم التوصل اليها مع الشركات اولا تنص على هذا الموضوع وهذا في كثير موجود النص وتبدي متابعة تنفيذ هذه العقود اللي ربما هنا تصير بخلال التجاوزات من قبل الشركات اللي تصير، اذا العماله الاجنبيه انا بي خطوره يعني هذا الموضوع البعض راسا يبدي يهاجم العماله الاجنبيه. انا اقول الجزء الاكبر من العماله الاجنبيه هم من خاطئين الى الاستغلال.
خلينا نوضح الامور. يعني في الغالب من يستغل هو مو على هذا العامل الاجنبي، من جاء بالعامل الاجنبي اللي جابه وجاب ظروف معينه. فنعم هذا القطاع اراده الى تنظيم وحقوق الانسان تحترم به، وانت ايضا لازم تطور انت قدراتك البشريه اللي قادره على تحل محل هذه الوظائف على الاقل تحصي من الجوانب الفنيه منها. الان اصبح تقريبا اجماع بالتحليل انه انتفاضه الكبرى من اهم الاحداث بتاريخ الدوله العراقيه، مو بالدوله العراقيه، وهي ربما يمكن من اهم الانتفاضات تاريخ الشعب العراقي الحديث بسعتها بتركيبتها بما حملته من قيم ومفاهيم شيء كبير جدا وبسعة انتشارها. هسه عوامل اندلاعها، العوامل الموضوعية بين واضحة، هي بالأساس اندلعت للظواهر اللي أشرنا عليها: عدم عدالة اجتماعية، غياب خدمات رئيسية، تهميش اجتماعي، عندك حالة فساد اللي قاعدة تفخر بكل مفاصل المجتمع والدولة، واللي قاعد تسلب أفق المستقبل. الشباب بشكل خاص شافوا أن مستقبلهم يعني غايب، ماكو مستقبل، يعني ما غد أسود أو غد ماكو أفق لهم. وهذا رغم أن هذا الشباب قسم من واعي ومتعلم وغيره، فأكو حالة كبيرة. وعندك أنت هذا الوسط الكبير قلنا من القطاع غير المنظم الغير مستقر اللي الناس اللي تشتغل، وكثير من اللي عاملين بهم وناس حمل شهادات وحمل كذا اللي الان يشوفون جهودهم كله يضيع هباء. فاكو عوامل موضوعيه اجتماعيه اقتصاديه تتراكم على منذ سنوات. هسه شنو اللي خلاها تندلع باللحظه المعينه؟ هذا الموضوع اخر، ربما عنصر سياسي يجي اكيد مع الأوضاع السياسية وغيرها. أكو قوى أرادت أن تحرك هذا الموضوع وهي ظروف ناضجة، بس من يسويها؟ هسه من بدأ بالتحريك؟ أكو قوى عديدة تحركتها. هسه قوى خارجية موجودة محتملة يعني أكو تدري التحرك صار خبر شبكات الاجتماعي، قسم منهم معروفين عناصر نظيفة ووصيلة، وأكو قسم ما معروف هسه ما نقدر نحكم عليه. مواقع تحركت وما تدري وين هي موجوده، ورفعت شعارات ظاهره صحيح هل اكو اجندات وراها، ما يدستني يعني ما اكو عندي معلومات معينه، لكن اجندات محتمله موجوده. ولكن هذا ما يغير من الواقع شيء، انه جل الحركه وزخمها وطبيعتها هي مشروعه، مطالب وطنيه شعبيه اقتصاديه اجتماعيه مشروعه، وهاي الشرعيه مالتها فرضت نفسها على الجميع. حتى ذول اللي عندهم ما كانوا مرتاحين للانتفاضه ما قدروا يطعنون بمشروعيه شرعيتها، فكانوا يجون وراء وعلى هذا اللي جاي المدسوس وغير المدسوس والجوكريه وغيرهم. هسه هذا بس هذه، اما ان تجي تتلخص هذه الحركه الجباره بوجود جوكريه ومدسوسين، هذا ظلم، هذا ظلم. هذه الحركه بالاساس هي حركه شرعيه كبير جدا، هسه بها عناصر بها محاولات. اي مظاهره هي فعل سياسي، هي طبيعتها فعل سياسي، حتى لو كانوا اللي داخلين بها ما مفكرين، ما عندهم مشروع سياسي معين احتجاج عندهم، لكن هي فعل سياسي تاثر على الوضع كله، تاثر على الحكومه، تاثر على موازين القوى، على علاقات القوى. فبالتاكيد قوى سياسيه داخليه وخارجيه اذا كانت هي معنيه بالعراق تنظر الى هذا الفعل السياسي وتحاول تستفيد منه، ربما تأثر عليه، وهي طبيعية في كل مكان وزمان. نحن لن نستر من أمورها، وهذا ما سمي التسييس. فإذا هذه العملية أيضا أثرت في موازين القوى وخدمت مو بس تحذير، أكثر من تحذير هزت المنظومة السياسية. ولذلك من آثار السياسية المباشرة هي استقالة الحكومة، هي تشكيل الحكومة علاقة في محاولة لتكون بشكل آخر، تمرير قانون الانتخابات بغض النظر احنا عندنا جزء ملاحظات على هذا قانون الانتخابات، ولكن اكو انتخابات جديد. هم طرح المطلوب وتغيير الهدف الاهم، بمعنى انه هاي الحالات اللي عندنا لازم نخرج منها كليا، ونخرج في تغيير بنيوي مو تغيير بالشكلي.
هذا إرادة رؤية سياسية، هذا مشروع سياسي. فالانتفاضة بحكم واقع الحد الآن وتعدد الجهات منها ربما إرادة شغل إضافي لتتوصل، لأنه قوى مختلفة في داخلها لأن تطور عملها المنسق بين كل أطرافها لجل بلورة رؤى مشتركة موحدة ذات بعدها. هذا شعار رؤية الوطن لازم يترجم بعدين. تقديري أنه الوضع الآن وأزماته شديدة جدا، ومهما كانت المعالجات أكيد حيلحق ضرر من شرائح اجتماعية. السؤال الكبير حينطلع أمام هذه الأزمات على من سيقع عبء تحملها، يعني من ناحية اجتماعية يا شرائح حتتحملها. يتدري كبرات حلول تروح على بسطاء الناس سواء عن طريق بطالة ضرائب شو تصير وإلى آخره. فلازم هنا إيراد ضغط، نعم إنه الإصلاحات اللي مطلوبة، الخطوات التقشفية المطلوبة لازم تميز، مو على توقع على ولد الخايبة خلنا نسميهم ولو يدخل المحدود اللي هو أساسا ما عاد عندهم بقى فد مساحة إضافية أو فد رصيد أو فد خزين يقدرون يفرطون به، ما هم عايشين على الكفاف. أما إحنا موقفنا واضح من كل الحركات، أنا أقول لك يا سوى الحالية السابقة والمستقبلية اللي تعبر عن مطالب مشروعة، مطالب شعبية، نحن نقف إلى جانبها. هذا لا يعني جزء بعد ملاحظات على إشكال إلى آخره، بس في غض النظر إذا مطلب مشروع نحترمه. إحنا نطالب وبقوة أن حق التظاهر وحق الاحتجاج يبقى محترم لا يكون المساس به، بالمقابل نطلب الحركات الاحتجاجية ونسعى معهم، إحنا مو بس نطلب وياهم أن تكون ذات طابع سلمي. أكو أشكال معينة هي متلقى للعنف، لكن نعم هي شكل مصاعب على الحياة اليومية لأجل إيصال رسالته. هذا عمال النقل من يسوون، من يضربون عمال النقل شنو معناته توقف الناس ما تروح، الناس ما تروح شغلات، أكيد الناس عند الضلال، بس هذا على بودي يقدرون يوصلون ضغط. فأنا أريد أخذكم فهم من الناحية، نعم إحنا ما ندعمهم، إحنا بزعنا ما الحرق المقرات والتجاوز حول هذا والقتل، هذا أنا أعتقد هذا يضر الحركة بكثير، وهذا في الغالب عنده جدال سياسية ضيقة ما لها علاقة بالمطالب العامة اللي المتظاهرة.